مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية. جاسر مصطفى ووظفك، وخلينا نبلش. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم الف 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 عافية. فيديو جديد في سيريز وظفك، والهدف من سيريز وظفك زي ما حكيت لك قبل هيك انه بدنا نوظفك، يعني بدنا نوظفك. وان شاء الله انها تكون سيريز مفيدة للكل. اللي انا عم بحاول اعمله اني انا عم بعمل فيديوز اما بتساعدك انك انت تبروموت يور سيلف اكثر، انك تعمل ماركتينج لحالك اكثر، تعرف كيف انك انت تروح على الانترفيوز، ايش الاشي اللي ناقصك، شو الاشياء اللي تشتغل عليها، ايش تسوي في الانترفيوز، كيف تحصل وظيفة، يعني من هذا الحكي. واحدة من الفيديوز كمان اللي صرت حابب ان انا اعملها لاني شفت انه الفيديوز عبارة عن خليني احكي ماتيريال توصل بشكل كثير اكبر للناس. فالوظائف اللي راح تمر علي راح صير كل فترة هيك راح اعمل فيديو احط فيها الوظائف اللي بتكون مطلوبة وكيف انك انت تتواصل معها، احط لك الاعلان، احط لك شو الريسبونسابيلتيز، شو الريكويرمنتس اند سو اون. وانت ارجوك انك تركز في كل هاي الفيديوز عشان تصير توصلك الاشعارات سواء لهاي الفيديوز او غيرها، بس لانه هاي الفيديوز كثير مهم انك انت توصلك الاشعارات تبعتها بالوقت اللي بتنزل فيه الفيديوز عشان تقدر انك انت تتواصل مع اصحاب هاي الوظائف او مع المعني بهاي الوظائف في الوقت المناسب قبل ما تروح هاي الوظيفه وقبل ما توظف ناس ثانيين، او عشان في الوقت اللي فيه المنافسه وتسليم هاي السي فيز. فأرجو منك انك انت تعمل سبسكرايب وتعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل علشان توصلك هاي الاشعارات. ومش غلط بانه هاي الفيديوز مفيدة وبانك انت حابب انك تساعدني زي ما انا حابب اساعدك انك تعمل لايك وتعمل شير عشان الفيديو ينتشر ويوصل لناس اكثر، خلي الكل يقدر يستفيد من هاي الفيديوز. خلينا ما نطول اكثر من هيك وخلينا نبلش بالجوبس الافيلابل لهذا الوقت. طيب اللي انا راح اعمله راح اروح على الاعلانات، راح صير احكي لك الاعلان المين، خليني احكي هيدز او الهيدلاينز تبع الاعلان ايش الوظيفه، وانت راح احط لك برضه سكرين شوت اذا كانت فاليد عن ايش الريكويرمنتس ريسبونسابيلتيز ولوين تقدم. فخلينا نبلش مع بعض. راح اروح على الجاليري تبعي. اول وظيفه معي بهذا الفيديو سينيور ستراكشرال انجينير نيدد، والخبره المطلوبه من 10 ل 12 سنه، ويكون بيم اكسبيرينس، يكون عنده اكسبيرينس في البيم ويكون عنده خبره في الكودات السعوديه والريجليشنز في السعوديه، ويسلم الابلكيشن على الايميل اللي في الفيديو. اللي بعدها مهنه مطلوبه في الاردن، عملت شوي بلبله بين الوسط المعماري. مطلوب مهندس معماري خبره من 0 ل 3 سنين، يعني فريش جراديويت او فريش جراديويت يس، بالتكنيكال سكيلز الموجودة على السكرين في الوقت الحالي، وهي مع الناصر اند بارتنرز. هلا خلينا ننوه عن شغلة كتير ضرورية، في كتير ناس بتضايق لما تشوف انه كل هاي الريكويرمنتس مطلوبة سواء بحديث تخرج او بخبرة بعدد سنوات معينة. اللي انا بشوفه انه الفكرة في الموضوع، انا ما بدي ابرر كثير، بس مرات السكيلز اللي انت بتشوفها كثيرة هي فعليا بالنسبة لناس تانين هي مش كثيرة، بالنسبة لفيلد معين او مكان معين او شركة معينة هي مش كثيرة. نحترم وجهات نظر بعض. والفكرة في الموضوع انه جد بيكون لازم يكون بتقن هاي المهارات مرات، لانه بده يشتغل في مشروع او في عدة مشاريع، مرة بيكون مطلوب منه ريفيت، مرة بيكون مطلوب منه ماكس، مرة بيكون انه مطلوب سكتشب او whatsoever السكيل اللي راح تكون مطلوبة. سو ما بنعرف شو ظروف الاعلان او شو ظروف الشركة، ان شاء الله انه كل حدا يكون عنده كل السكيلز المطلوبة، ان شاء الله الكل يتوظف. خلينا نروح على اللي بعده. بيقول لك وظائف شاغرة في الاردن مع شركة دار الامرال للتخطيط والعمارة والهندسة. الوظائف اللي هم بدهم اياها مهندس معماري بخبرة 20 سنة، مهندس معماري تخطيط حضري بخبرة 20 سنة، طبعا هاي يعني وظيفتين صاروا، مهندس تخطيط حضري رقم 3 بخبرة 10 سنوات في المجمعات السكنية وبلا بلا بلا، راح احط الصورة في الفيديو، مهندس تخطيط حضري بخبرة 7 سنوات، ومهندس معماري بخبرة 15 سنة في تصميم المجمعات السكنية وتقييم التصاميم، مهندس معماري عدد 2 خبرة 10 سنوات في تصميم المجمعات السكنية، ومهندس انشائي بخبرة 10 سنوات في تصميم المجمعات السكنية وتقييم التصاميم. ان شاء الله انها تكون فعليا مطلوبة هاي خلينا نحكي البوزيشنز، وان شاء الله الكل يقدم عليها وان شاء الله الكل يقدر يحصل على وظيفة. نيكست، هاي مع شركة فاين
8 وظائف هندسية وفنية ومحاسبة لدى شركة فاين الصحية القابضة. بحكي لك في الأردن وبحكي لك اللي مطلوب: محاسب إنتاج، مشغل آلات، قائد فريق إنتاج، ومهندس تخطيط، مهندس عمليات، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيك، وفني ميكانيك. وحط لك الإيميل وراح أحط الصورة أكيد في الإعلان. وهاي هي خلينا أحكي الوظائف وإيش مطلوب فيها سكيلز. مش محطوط كثير ديتيلز، بس محطوط الإيميل اللي ممكن نقدم عليه. لا أنا صراحة فيه هاي من الإعلانات اللي أنا بنضغط لما أشوفها. إن شاء الله أنها تكون صحيحة يعني، وأكيد راح أحطها على الفيديو وراح أحط الصورة تبعت الإعلان. مطلوب عدد 35 مسؤول مشروع و30 مدير مشروع خبرة 3-4 سنوات. يا زلمة كيف يعني؟ 5 مدراء مكتب مشاريع خبرة 8-10 سنوات. وحاطط لك السالاريز هو سعودي anyways. وهي الصورة في الفيديو لحتى اللي بحب يقدم على الإيميل. إن شاء الله تكون حقيقية هذا الإعلان وجو أهد. اللي بعده: وظائف أكاديمية وصحية في الأيال الملكية للجبيل وينبع. والويب سايت اللي تقدر تقدم عليه careers.rcgy.gov.sa. هلا بحكي لك بس لحملة الدكتوراه والماجستير، والله والبكالوريوس سو لكل المؤهلات الأكاديمية. بيقول لك في عندك 2 وظائف شاغرة: الكتروانسفالوغرام ما علينا، المهم اقرؤوها انتوا في اللاد لانه اللي بتخصصه بيكون عارف شو هو. الطب والرعاية الصحية والتمريض، المستوى المهني متوسط الخبرة، ومجال العمل الخدمات الطبية او غير ذلك. والوظيفة الثانية اخصائي تمريض طب ورعاية صحية، والاثنين في السعودية، واحد في ينبع وواحد في الجبيل. طيب اللي بعده في قطر: اركتكتشرال بيم تكنيشن. وراح احط الاعلان وراح احط الجوب ديسكريبشن. اسم الشركه SSH ديزاين. جوب ديسكريبشن: ار لوكينج فور تالنتد بيم تكنيشن تو جوين اور اركتكتشر تيم ان دوحة قطر، وير وي بروفايد فرونت اند ديزاين ليدرشيب فور ذا وايدر جروب. This role is an integral part of the design technology team that also focuses on computational design, creative media, fabrication, physical computing, and collaboration. Our portfolio of live projects includes cultural, healthcare, hospitality, blah 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 blah. Responsibilities, طبعا وزرق راح احط لكم اياهم كلهم. What do I need to apply? Qualifications هي اللي مهمة. Qualifications: diploma or degree in architecture or similar field, significant demonstrable experience in Revit. So من بيم تكنيشن، so definitely راح يطلب منك الريفت، راح يطلب منك برامج تانية، بس هذا هو المطلوب. وش الجوب؟ هو فول تايم جوب. اللي بعده مع نفس الشركة SSH Design which is a BIM manager في قطر برضو في الدوحة. نفس الانترودكشن اكيد. بيحكي لك ذكر اوكي: وات ار ماي كور اكاونتابيليتيز؟ بيم ديزاين، تيم ليدنج، كلاينت انترفيس، ريسورس بلاننج، كوتشنج، بيرفورمانس ايفالويشن، ديزاين مانجمنت، ديزاين كوردينيشن، ديزاين ريسيرش اند ديزاين ريفيوز. والريسبونسابيليتيز راح احط الصوره اكيد، ما راح اقراهم كلها. والاسينشال okay, what do I need to apply? بدهم 10 years plus experience و5 في relevant engineering consultancy or construction experience, UAE experience. مع ان في قطر الشركة ان بعرف صراحة البوزيشن شوفوا انتو. المهم وطالب البرامج اللي هو بده اياها. full time job. اللي بعده الجوب اللي بعده بيحكي لك interior design manager في باور انترناشنال هولدنج في الدوحة في قطر. وطالبين 8-10 سنين experience في project management and so on. تقدروا تشيكوا هذا البروفايل على لينكدين. وهون حاطط job description وحاطط انه based in دوحة قطر، Arabic speaking is a must، هذا لشخص عربي، graduate of architecture or civil engineering، يعني واحد من هدول تخصصين في الجامعة، بخبرة من 8-10 سنوات في project management and design. وحاطط description اللي هو بده اياه. مطلوب هيد اوف اركتكتشر او سوري هيد اوف انجينيرنج ديبارتمنت في الدوحه بنك، وهذا الاكونت تبعه على اللينكد ان، سو بتقدر انك انت توصل له. وحاط ديفينتلي الجوب ديسكريبشن اللي بده اياه، وحاطط اوكي ديتيلد رولز اند ريسبونسابيلتيز. والله كثير، الله 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 الله، بلاوي زرقاء. اوكي
شغله كثير ضروريه. هو حاطط اول بوينت في الريكويرمنتس في الاديوكيشنال ريكويرمنتس ام ار اي سي اس او زي ما انا بحكيها ام ريكس سيرتيفيكيشن از مانداتوري. الريكس هاي او الار اي سي اس سيرتيفيكت هي واحده من البروجرامز اللي صارت مطلوبه في دوله قطر في مشاريع وفي جهات بيطلبوها انه لازم تكون سيرتيفايد من هاي الجهه. سو بليز للاركتكس الانجينيرز تشيك هاي السيرتيفيكيشن شو هي، واذا بتقدر تاخذها جو اهيد بتزيد فرصتك في الشغل. لازم تكون متخرج من جامعه معينه وبيحكي لك ان الخبره المطلوبه 15 سنه توتال اكسبيرينس منها 5 سنين. لازم تكون في سيميلر بوزيشن اللي انت مقدم عليه which is the head of engineering department في الدوحة بانك. قطر ايرويز طالبين aircraft interior design specialist، وعلى الاكاونت تبعهم على اللينكد ان تقدر تدخل وتشوف ايش المكان اللي انت you can apply، شو الجوب ديسكريبشن والريسبونسابيلتيز المطلوبة. The group المجموعة مطلوب جرافيك ديزاينر بيزد ان قطر، وحاطط لك الجوب ريسبونسابيلتيز الكواليفيكيشنز المطلوبه يونيفرسيتي ديجري ديفينتلي من ابلايد اور فاين ارتس از بريفيرد، 5 ييرز اوف اكسبيرينس وبيطلب منك بروفن ويب ديزاين اكسبيرينس بروفيشنسي ان فوتوشوب الستريتر اند فيجوال ديزاين اند واير فريمينج تولز، جاد نوليدج ان جافا سكريبت اتش تي ام ال اند ستايل شيت سي دبل اس. وبيحكي لك فور قطر ريزيدنسي اونلي للناس اللي بس موجودين في دولة قطر او اللي معاه اقامة قطرية. برينسيبل ايربان بلانر مطلوب برينسيبل ايربان بلانر لاركاديس او اركاديس اي دونو شو الاسم في قطر، والجوب ديسكريبشن زي ما احنا شايفين على السكرين، ريكويرمنتس برضو زي ما احنا شايفين على السكرين، تكنيكال اسيستنت قطري ناشونالز، هاي تحديدا للي معاهم جنسية القطرية في نورث اويل كومباني قطر. فبتقدر تشوف الاعلان واللينكد ان بروفايل والجوب ديسكريبشن زي ما عم بنشوف على السكرين، والجوب ريسبونسابيلتيز اند رولز اللي موجوده عندنا. اكزيكتيف بروديوسر، اكزيكتيف بروديوسر في الجزيره ميديا نتورك، قناه الجزيره الاعلاميه او شبكه الجزيره الاعلاميه، يس الاعلاميه، على البروفايل تبعهم على اللينكد ان تقدر تدخل وتشوف شو الجوب ديسكريبشن اللي انا حاطط لك اياه هون، هو من عندهم من البروفايل تبعهم والجوب ريسبونسابيلتيز. وخليني احكي الايديال كانديديت، خليني احكي ريكويرمنتس ايش هم طالبين في هاي المهنه اللي موجوده عندهم على اللينكد ان بروفايل. اريا مانجر في قطر وايرجنت هايرنج ال بي سي اكسبرس، الجوب سمري والجوب ديسكريبشن والرولز المطلوبة أو خلينا نحكي السبيسيفيكيشنز المطلوبة والريكويرمنتس المطلوبة والسكيلز المطلوبة في هذا الشخص اللي بده يشغل هاي الوظيفة. إعلان بحكي لك we are hiring urgent hiring، وحاطط كل البوزيشنز ما شاء الله اللي محتاج، أو واضح إنه محتاج كل البوزيشن شكله هلا بيعمل الشركة anyways. فحطوط هذه البوزيشنز وهاي الإيميل موجود والكواليفيكيشنز المطلوبة موجودة، سو إن شاء الله الكل يقدم. طيب هيك اي ثينك بكفي لهذا الفيديو للوظائف اللي حكيناهم بهذا الفيديو، ان شاء الله انها تكون مفيده لعدد من الناس، وان شاء الله الكل يقدر يقدم، وان شاء الله انه حدا يقدر يحصل على الوظائف اللي حطيناهم بهذا الفيديو. اذا في عندك اعلانات وظائف عم بتمر عليك فيا ريت لو تحط لنا في الكومنتس، خلي الناس تستفيد وتقدر تقدم على كل الوظائف اللي عم بتمر علينا كلنا، واللي بتطلع له الوظيفه الف الف مبروك، وان شاء الله الكل بيقدر يلاقي الوظيفه اللي بده اياها. وشكرا لكم، بشوفكم فيديو جاي.